اللجنة الشعبية عن زيادة الأسعار. هاي يدل على حرصهم لحل الأزمة أسرع وقت ممكن. لكن حبيت أنوه عن ذي الشغلة مع الرئيس. هاي مخالفة للدستور. مضبطة حمد. إيه عن المضبطة. عن المضبطة. أوكي. حمد أنت تتكلم عن المضبطة، عندك ملاحظات المضبطة؟ إيه عندي ملاحظة. على كلامك أنت. لا انذكر كلام مخالف للدستور. لا لا أنت تتكلم عنك أنت. خل الأعضاء النواب خلهم. لا لا ما أتكلم عن النواب، عن الفكرة، أنا أشير في الفكرة مو ضدها. لكن إذا الوزارة مقاصرة زين إحنا نحاسبها. لا سعادة النائب الحين عندنا المضبطة، هل أنت توافق عليها أو تعرضها أو عندك؟ لا أرفضها. عن ذي أنت أقوالك تقدر أي ملاحظة عندك على أقوالك تفضل. لا عندي على اللجنة الشعبية مع الرئيس. ما خارج. لا خليك أكمل كلام عشان خليك. ما يصير تكلم، إحنا نبي نخلص. في تصويت على المضبطة حمد، في أنت عندك كلام قلته تبي تتكلم راح ملاحظة عليه. لا مع الرئيس ذيك المرة طلبت زين ما سمحت له أتكلم. ما يصير أنت. لا أكمل كلام مع الرئيس. ما يصير تكلم انت، احنا عندنا جدول اعمال، عندنا كلام حمد، ما يصير تكلم على اشياء ثانيه. اذا انت ذي قدم سؤال او قدم اي شيء. لا بس مخالف للدستور مع الرئيس. تفضل. يعني اي نائب يطلب الكلام التعديل في المضبطه لما يبند المضبطه يتكلم عن الكلام اللي تكلمه في الجلسه الجايه، يذكر السطر ويذكر الصفحة ويعدل على كلامه وليس يتداخل. ممنوع المداخلات معالي الرئيس، بس التعديل على كلامه هو بس وليس على كلام الآخرين. شكرا معالي الرئيس. هذه حمد عندنا لوائح وأنظمة. أنت الحين عندك ملاحظة على المضبطة؟ عندي ملاحظة. شنو المضبطة؟ عن اللجنة الشعبية. أنا أشكر ترى النواب حرصهم، لكن دور حماية المستهلك إدارة فيه. حمد احنا نطالب لجنة شعبية والوزير مؤيد. شلون احنا مملكة دستورية نحملها القانون. للمرة الثالثة أقول لك، هل عندك ملاحظة على المضبطة؟ الكلام كل اللي قلته. لا شكرا سعدنا.